الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة بانطلاقات وتحديات أشواط الأصالة والتراث برابع أيام هذا المهرجان الكبير، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة الشوط السادس لفئة اللقاية القعدان العمانيات ينطلق من مسافة 5 كيلومترات يحمل بطياته هذه الشعارات والأسماء الكبيرة التي دائما تتواجد في هذه المنافسة المميزة والتحدي في هذه المشاركة الجميلة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، نتابع الأسماء ونتابع الشعارات المتواجدة في هذه الأمسية التراثية المتميزة، نتابع الصدارة. أول الأسماء يتواجد جاهين، علي بن عبد الهادي بن علي آل مشروم المري ينطلق في القيادة والريادة، يتواجد مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادم هنا والمتواجد الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي يشارك في هذه المنافسة، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث انتقل مباشرة مع الاسم الغادم والمشارك في هذه المنافسة المميزة، يتواجد سراب علي بن سالم بن محمد الوهيبي مشاركا من اهالي ميدان السلطنة، يتواجد في هذه الانطلاق والتحدي في هذه المنافسة. بينما المركز الرابع اسم جديد يتواجد في هذا التحدي وبهذه المنافسة المميزة مع شاهين لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق الذي ينطلق في هذه المشاركة ويقدم لنا عطاءات وتحديات شاهين. بينما المركز الخامس هناك انطلاقة وتحديات الصارم لعبد الله بن مانع المطير الذي يتواجد مشاركا في هذه المنافسة منطلقا في هذا التحدي من أهالي ميدان الشهيد منافسا في هذا التحدي. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي أتممت على مسامعكم. نداءه الأول الذي انطلقت به الأسماء الكبيرة وتواجدت به هذه الشعارات المميزة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار وبهذه الأمسية التراثية المتميزة التي شاهدنا بها المنافسة والتحدي مع شعارات العمالقة والشعارات الكبار على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نشاهد هذه المنافسة المميزة، نتابع الأسماء، نتابع الشعارات المتواجدة في هذا المهرجان الكبير والمميز. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع صدارة الشوط. هناك شاهين ما زال منفرد، ما زال محلقا في الصدارة، ما زال متربعا على عرش المركز الأول. علي بن عبد الهادي بن علي المشروم المري غائدا لزمام الأمور متواجدا مع شاهين الذي يحتل المركز الأول من البداية، يريد أن يواصل مسيرة التحدي والانطلاق من أجل تحقيق الناموس ومن أجل تحقيق الانتصار. بينما المركز الثاني الاسم الغادم يتواجد شاهين آخر يحلق على أرضية ميدان التحدي بهذه المنافسة المميزة، محمد بن ناصر بن عبيد المريزيق يتواجد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع القادم هنا الواعي يتواجد بقيادة عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي في هذه المنافسة حاضرا ومتواجدا. انتقل مباشرة مع أهالي السنطلة المتواجدين المندفعين في هذه المشاركة مع سراب الذي يتسرب في هذه المنافسة المميزة، علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، ولكن وصل الضروري اسم جديد بدأ يتدخل في دائرة الصراع والنزاع من أجل ناموس ومن أجل الانتصار. حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري يتقدم مشاركا في هذه المنافسة المميزة، ضروري بدأ يتسلل من موقع إلى موقع
وصل مباشرة إلى المركز الثالث وعينه على صدارة الشوط وعينه على انتزاع الناموس والانتصار. 1500 متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن هذا الانتصار وعن ناموس هذا الشوط، بينما هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة. المميز المريزيق تسلل مع البداية، يتقدم شاهين وتعود ملكية شاهين لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري الذي تسلل وانطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط، بينما الضروري غادم من أجل التحدي حاضرا من أجل المنافسة. يتقدم حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري متواجدا في هذه المنافسة المميزة مع اسم قوي يشارك به هنا بانطلاقته حمد بن راشد آل بحيح. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، اتحركت القعدان العمانيات الأصيلة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. ضروري هنا ينتزع، ينطلق مع الصدارة، ينتزع المركز الأول، يتواجد في الصدارة حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري ينطلق في هذا التحدي، تسلل مباشرة مع المركز الأول شاهين على المركز الثاني بقيادة محمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري، وثالثا المشروم يقدم لنا شاهين علي بن عبد الهادي بن علي المشروم المري. ولكن نعود مع الصراع المقدمة والنساء من أجل ناموسهم ومن أجل انتصار، ضروري بدون أوامر وبدون تحريكات ما زال غائدا لمسيرة هذا الشوط منطلقا مع الصدارة بقيادة حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري يحمل الرقم واحد ويتواجد في الصدارة، بينما شاهين المريزي ما زال يواصل مسيرة الضغط من أجل انتزاع الناموس. من ضروري ولكن ضروري ما زال صامدا، ما زال منطلقا، ما زال محتلا للمركز الاول، ما زال مقتربا من الناموس والانتصار بدون اوامر وبدون تحريكات. ضروري ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار. تهانينا والف مبروك لحمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري على فوز ضروري. ضروري ينتزع الناموس والسياره مع ضروري بدون اوامر. تهانينا والف مبروك لحمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري المركز الثاني، وصل شاهين لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري، بينما المركز الثالث حصل عليه شاهين لعلي بن عبد الهادي بن علي المشروم المري. المركز الرابع وصل سراب لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي. المركز الخامس رعد لحمد بن ترحيب بن محمد بن نايفه الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، كما استمتعتوا معنا في هذه المنافسه المميزه، فكان ضروري حاضرا منتزعا الناموس محققا هذا الانتصار، مهديا السلامات الى حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري بفوز ضروري وانتزاعه لشوط اللقاء القعدان العمانيه. جاء بتوقيت زمني وغدر من مسافه 5 كيلومترات، 7:28 9 أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني ساعة الصدر إلى خطنا معلن الفوز والناموس، التوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء إلى هذه اللحظات مع ضروري. تاهي وناموس لحمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري. المركز الثاني جاء شاهين 7:29 5 أجزاء من الثانية، تاهي وناموس لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري على فوز شاهين في المركز الثاني. المركز الثالث جاء في المركز الثالث شاهين 7:33 9 أجزاء من الثانية، تهانيه وناموس لعلي بن عبد الهادي بن علي المشروم المري على فوز شاهين في المركز الثالث. تهانيه وناموس.